رأيك في مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا ومجموعة مين هي الأصعب؟ والله مجموعة الزمالك هتبقى الأصعب قبلها الترجي طبعا، الأهلي مقابل سان داونز والهلال هتبقى مجموعة الزمالك. لا مجموعة الزمالك أصعب أتوقع. أنا شايف إن الزمالك هي المجموعة الأصعب وأصعب ماتشين للزمالك ترجي التونسي والأهلي، يعني شايف مجموعته سهلة مش قوي. والله هو المجموعتين بتاعت الأهلي والزمالك كويسين، بس بتاعت الزمالك اسهل الصراحه، رغم ان في الترجي التونسي بس هي هتبقى اسهل بالنسبه للزمالك. الاهلي برضو سهل بس هيواجه مشكله يعني مع الفرق اللي هي زي سان داونز. لو الزمالك ممكن الترجي التونسي بالنسبه له يبقى مع، ونفس الكلام مع الاهلي هيبقى صعب مع ميلودي سان داونز. طيب انما باقي الفرق تبقى بالنسبه للاهلي والزمالك تبقى كويسه. مجموعه الاهلي اسهل مجموعه الزمالك بكتير، لان مجموعه الزمالك فيها الترجي التونسي وشباب بلوزداد والمريخ السوداني. المريخ السوداني ممكن يكون ماتش سهل، شباب بلوزداد الجزائري ده من احسن الانديه في الجزائر، ممكن احسن نادي زمان جدا ونادي عريق جدا. الترجي عنده 3 افريقيا اكيد متقارب مع الزمالك في البطولات، بس اكيد هيبقى ماتش ساخن، وكذلك ان الترجي مطلع الزمالك من مجموعات السنه اللي فاتت. مجموعه الاهلي طبعا، والله طبعا هي ما فيها صعوبه بالنسبه للهلال السوداني ذاته، فريقه ما شاء الله الدور ده غير العناصر كثيره، والاهلي طبعا فريق معروف فريق الغرب، ما في شك يعني مجموعه بتكون قويه شويه، يعني الغوطه الكاميروني والسان داونز جنوب افريقيا والهلال السوداني والاهلي المصري. ان شاء الله طبعا نقدموا عرض كويس للجمهور في مصر وفي السودان وفي افريقيا يعني. والله الزمالك طبعا ما قريته كلها، ما اعرف المجموعه فيها، بس الزمالك طبعا فريق اللي شايف ناس المريخ بيقولوا طبعا الزمالك ما زي زمان، لكن الزمالك الاونه الاخير دي فريقه كويس شديد يعني، احنا متابعين، لكن المجموعه الباقيه ما والله طبعا الترجي طبعا في الاونه الاخيره دي شويه مستواه قل شويه ما زي زمان، لكن شباب بلوزداد يعني ما شاء الله، والترجي يعني يكون جدد لاعبين ويكون يعني حسب الجمهور واقف معاه وكده ان شاء الله. هو المجموعتين مجموعتين كبار فيهم اسماء فرق كبيره، لكن متهيألي مجموعه الزمالك اقوى من مجموعه الاهلي بكتير كفرق وكده، لكن مجموعه الاهلي متهيألي مجموعه سهله. شايف مين اللي هيصعد في مجموعه الاهلي وسان داونز، ومين اللي هيصعد في مجموعه الزمالك؟ انا شايف في مجموعه الاهلي ان الاهلي هو هيصعد هو وسان داونز، والزمالك انا شايف هو والترجي. الاهلي وسان داونز والزمالك والترجي برضه. بالنسبه لمجموعه الاهلي انا مش شايف غير سان داونز هو الفريق المنافس. شايف ان الاهلي السنه اللي فاتت والقبلها كان الاهلي فايق عن سان داونز بكتير، كسبوا تقريبا رايح جاي كذا مره، فانا شايف ان سان داونز فريق مش اللي هو احسن حاجه برضه، بس في منافسه مع الاهلي يبقى ماتش كويس. مجموعه الزمالك غير محسومه، لان الزمالك حاليا مش احسن حاجه، في ممكن يكون في غيابات من اللعيبه سواء الجزيري شيكابالا، مش عارفين نعوض بعض المراكز. غياب اشرف بن شرقي مش مؤثر عامه في الفرقه، لان زيزو غطى المكان، وفي مصطفى شلبي برضه موهبه جديده فظاهره وده عامل اداء كويس مع الزمالك. توقعاتي في مجموعه الاهلي اللي هيصعد طبعا ان شاء الله، الاهلي اتمنى ان يكون من ضمن الفرق اللي صاعده، وهتبقى معاه سان داونز باذن الله، لان القطن والهلال السوداني بيعود عن المنافسه خالص. مجموعه الزمالك هيبقى ان شاء الله برضه، اتمنى ان الزمالك يكون اول مجموعه ويكون معاه الترجي، عشان تبقى ان شاء الله في النهايه تبقى نهايات كويسه باذن الله. الزمالك على اعتقد الترجي هيصعب مع الزمالك، الاهلي طبعا باذن الله. والله اتمنى الاهلي والهلال الهلال السوداني، اتمنى كده الزمالك والمريخ، اتمنى كده يعني، والمريخ ذاته حليف الزمالك.